واستبعاد للأطمش والدفاع على بركة الله لجياد وفراس الإنتاج بعد فتحة بوابة مسافة 1600 متر لتنافس جياد وفراس عمر الثلاث سنوات التي لم تربح أي سباق في سجلها، لم تحصل المركز الأول بمشاركة كل من غرير بكير الرغام الأدغم الداب نجم العذرية الشاظي ماتلام الثنية بالنهاية كل هقابة ناطح طبيب طلقت لهم هواجيس جمهور وغلوش والتقدم في المركز الأول اللي بالنهاية في المركز الأول رغام المركز الثاني تنافس جياد وفراس الإنتاج التي لم تربح في محاولة منها للحصول على المركز الأول لمغادرة هذه الفئة والتقدم لي بالنهاية في المركز الأول بينما محاولات تأتي من الرغامة وأيضا محاولات تأتي من قبل كلن هقابة وأيضا محاولات من بقية الجياد. أيضا غرير يحاول الآن لتحسين موقع في المركز الرابع في أول مشاركة له والمركز الأول بالنهاية في المركز الأول بطول ونصف الطول الآن في المركز الأول مع محاولات تأتي من المرشح الداب الآن من الداخل وغرير وأيضا كلن هقابة ومحاولات نجم العاذري أيضا وأيضا بكير الآن مع المنعطف الأخير أكثر من رأس الآن الداب من الداخل والرغامة من الخارج وأيضا نجم العاذرية مع سبيستيان مدريد يتقدم نجم العاذرية للمركز الأول الآن نجم العاذرية للصدارة والمركز الأول يبتعد بالصدارة نجم العاذرية في المركز الأول مع سبيستيان مدريد ومحاولات الداب المرشح المركز الثاني وأيضا بكير يأتي للمركز الثاني الآن بدخول على الداب وأخذ المركز الثاني. إذا مشاهدي الكرام انتهى تنافس جياد وفراس الإنتاج في الشوط الرابع على مسافة 1600 متر انتهى هذا التنافس لصالح الجواد نجم العاذرية للأمير عبد العزيز.